رح نبقى سوا. مساء الخير الليلة مع الصحفي الزميل جوني منير. مساء الخير. مساء النور استاذ جورج. اول شيء تبلش معك واقول لك كل يلي كتبته حكوميا كان عم يصدق هون هالبداية. بعز التفاؤل كنت متشائم وبعز التشاؤم كنت ايجابي. مزبوط. المرحلة اللي جاي بعد التشكيل بين وزاري سريع، هل فرجت حكوميا ولبنانيا؟ خليني اقول لك ايه. اول شيء بالمبدا لنبلش من المزبوط انه في حكومة افضل من انه ما في حكومه. طبيعه الحال كان بلد مش موجود فيه اداره، بتعرف الحكومه هي السلطه التنفيذيه بالطائف، السلطه كلها موجوده فيها، بالتالي ما كان في حكومه. بظل كمان الرئيس حسان دياب كان عم يرفض انه يوسع شوي مفهوم تسيير الاعمال، كان البلد بالكارثه، كان عم ينزل 13 شهر كانت كوارث. فاذا هيدي افضل من الثاني. بس تقول كمان حتى ما نكون كثير اذا انه نحن نروح باتجاه انه عم نقول انه هلا طلعنا وبلشنا نطلع بالطلعة، لا. خليني لك هاي الحكومه قبل ما نفوت على تشكيلتها وتركيبتها، وفي حكي كثير يمكن عنا نحكي بهذا الموضوع، بتامن وقف الانهيار، وقف النزله. نحن كنا عم ننزل، بعتقد بهاي الحكومه وصلنا، فينا نقول وصلنا على القعر يلي كنا ناطرينه، كنا لو ما بدنا نوصل بس انه وصلنا على محل خطر كثير، بس هذا القعر اللي وصلنا له. فيك تقول انه هلا وبالرايح رح تعمل هيك الطلعه بكير بعد شوي عليها، بس هي بدها تعيد تنظيم، هي هي بدها تعمله تعيد تنظيم الوضع يلي الواقع المأساوي يلي انت فيه، طالما ما بقى في نزول اكثر، تمهيدا لتحط الاسس لبمرحله لاحقه وعندها شروطها ترجع تبلش طلعه الصعبه. اصلا هلا صعبه وتكفي بعدين طلعه رح تكون صعبه فيه. طالما عم بتقول لي انه في شروط لهذه الطلعه، بعض من هذه الشروط بالسياسة بالاقتصاد بما هو مطلوب من لبنان؟ ليك نحن إذا بدك في قسمين عنا، قسم بيقول إنه المشكلة اللي عنا هو داخلي بس له علاقة بالفساد وما إله إلا هنالك، معه حق. وقسم تاني بيقول لا، نحن عم نتعرض لحصار خارجي ولا هجمة من برا ولا كذا، وكمان معه حق. نحن عنا مزيج من اثنين المشكلتين. لو في عندي انا هجمه علي من برا بس، وجوا انا كنت ماشي الامور معي خارج عن الفساد، ما عندي المشاكل يلي عندي يلي كنا بنعرفها يلي ملينا من ترديدها، انا برايي ما كنت قادر تعمل يلي عملته هلا. ولما تقول انت بس عندك المشكله الداخليه وبرا يعني بيضحك لي كمان، ما كان يعني اكيد ما كنا وصلنا اللي وصلنا عليه. فاذا هي مزيج من اثنين. بس لحتى قادر اطلع انا بدي اول شيء مساعدات ماليه. اولا هاي الدوله اريد لها كانت راجت كثير، اذا تتذكر بفتره انه تركك برا. هلا انا برا مش موافق كثير انه في حصار، بس انه ما بده يساعدك وهو الوحيد اللي قادر يساعدك، معه الاكسجين بايده وانت عم تختنق. ايه هيك عم يزيك مزبوط، ما بيعطيك إيه. ما بيعطيك إيه، بيقول لك لانه بدي اشترط عليك 1 2 3 4. شو اللي بده يشترطه؟ الشروط السياسيه بعدها هي هي ام تغيرت مع تغير المؤشرات بالمنطقه؟ في منطقه جديده رايح عليها، اصلا في عالم جديد رح عليه بالمنطقه بالشرق الاوسط، في تركيبه خارطه سياسيه جديده نحن مشمولين فيها. اساس هيدي الخارطه السياسيه الجديده قديش مدى نفوذ ايران من ضمن توازنات يلي عم تعملها الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه. هيك عم يتركب الموضوع. مشان هيك كنا نقول دائما بدك تشوف الاتفاق النووي. الاتفاق النووي مش بحد ذاته كاتفاق نووي، انما بيأشر لمدى التفاهم يلي فيك تروح فيها لقدام. الايراني بعده لغايه الليله كان عم بيقول انا ما بدي احكي بالمسائل الثانيه يلي برا. الامريكاني عم بيقول له اوكي ما بدك تحكي، غير. بالاول كان عم بيقول لا بدي اياها، بس عم بيقول اوكي بدي شويه تعديل، بس بدي اخذك بالقوه لتحكي بالملفات الثانيه. لبنان هو الساحه يلي فيها يحوي خليني اقول لك الحليف الاقوى او الورقه الرابحه الاكبر لايران خارج حدودها. ما في نقاش فيها. طبعا حزب الله كان تولى بالفترة السابقة، هو تولى أولا نشر النفوذ الإيراني في ساحات في المنطقة، منا على سبيل المثال قتال بسوريا، منا على سبيل المثال الخبرة يلي توغل فيها باليمن،
وأيضا طبعا بالموضوع الفلسطيني بشكل أساسي غزة والموضوع الإسرائيلي. فإذا حزب الله هو هذا يعني الاستثمار الأهم لإيران، هو موجود في لبنان. مش على علمي أنه الأمريكيين لهلأ رايدين أنه يتركوا لبنان في يد إيران، بعكس كل ما يقال. أنا برأيي عم يحلم ولا نحكي في يلي أكيد، بس مش يعني كمان أنه مثل ما بتخيل الطرف الثاني معنا بلبنان تروح على المحلين أنه هذا نهي تجي جي لينهي حزب الله، أكيد لا، ما عنده القدرة، بس كمان ما عنده النية، لأنه دائما تعرف الأمريكاني بيلعب على التوازنات. يعني سيخلقون معادلة جديدة لبنان جزء منه، لا إيه بس أو إدارة الشأن اللبناني جزء منه. خليني لك، بالفترة الماضية عمل إنجازات كتير كبيرة حزب الله، تقدم كتير كبير بالسياحة اللبنانية. بحرب 2006 من بعدها يلي كانت كارثة على إسرائيل، عمل هو تقدم كتير كبير، مسك البنية التحتية الأمنية في لبنان، اتفاق الدوحة عزز وضعه أكتر، وصل للذروة تبعه من خلال أولا، مش هناك كنت تسمع أنت، وصول الرئيس عون حليفه على رئاسة الجمهورية، واثنين والأهم الانتخابات النيابية، وسمعنا أكثر من تصريح عادوا سكتون، بس لكن لأنه كان خطأ يقولوه، بس هذا الشعور الإيراني أو هذه يعني القناعة الإيرانية أنه نحن فزنا بالأغلبية النيابية في مجلس النواب وأصبحنا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. هذا مش كلام انفعالي اللي عم بيقولوه، مع أنه ما كان مفروض أنه يقولوه ورجعوا يطلعوا، ولكن كلام تبقى واقعي هذا صحيح طبقا للموازين يلي الأمريكي عم بيقوله، معه الغربي ومعه العربي ومعه الروسي ضمنا، لأنه كلهم عندهم مصلحة، حتى العلوي عنده مصلحة أنه هذا النفوذ الكبير، يعني لبنان صار إذا بدك تفترض مثل شركة عنده الأسهم الأغلبية الصحة في 70-80% بالوقت يلي مقابله ما كان يسمى ب 14 أدار، أو خود مثلا فريق السنة الضعضع وتراجع وراح يتفاهم أنه تم، ومعه حق يعني سعد الحريري بهذا الموضوع، أنه أنتم شو عملتوا تركتوني بالنص وأنا مضطر أني رتب الأمور أنا وحزب الله. فإذا راعى تفاهم مع حزب الله، وليد جملات نفس الشيء، وأيضا الصورة كلها سوا أضحت إذا بدك بيد حزب الله فعليا. بتقلي هون في عندك الموتور كان بيد حزب الله، مع وهو شاطر بهذه الأمور، مع هوامش واسعة أنه إيه فيك تعمل فيها، بس من ضمن الهوامش يلي أنت عندك. إجا الأمريكاني عم بيقول هوديك أنه لا، نحن سنعيد هذا الموضوع، عشان هيك كنت أعمل لك من شوي كانت النظرية يلي بتقول تروك هالدولة كلها سوا ما فيك تعملها، تركها تهبط طالما في موضوع الفساد، وهون كانت نقطة الضعف يلي انفات عليها في هذا الفساد يلي ضربه، يلي ما بقى عنده القدرة لحالهم، بدهم مساعدتنا، تركها تهبط هذه الدولة منشان تقدر كمان تهبط على راس حزب الله. هذا الكلام يلي كان برا، منشان هيك المساعدات كانت واقفة. شو اللي غير؟ ليش هالدولة ما هبطت، ما وصلت للحديد يلي كان مطلوب توصله، وجينا بلحظة تاريخية أو لحظة إقليمية دولية معينة غيرنا المعادلة؟ مزبوط اللي عم تحكي، عدة عوامل. أول عامل أنه أولا هذه الدولة اللي عم تحكي عنها هلا، هو مش أنه الوجع المسيحي، إن كان حزب الله بهذا الشد اللي عم بيقول، عم بيقول له برا انت تركني ما عم تساعدني، قال بس انا اخر واحد بوجع، رح اوجع بيئتي رح توجع، بس انا اخر واحد رح اوجع. برايي كل البيئات وجعت بما فيها البيئه الشيعيه وبالسرعه بخلاف التقديرات يلي كانت موجوده، هيدا عامل يخليه برا يعني يقول بكفي فيه. ايه بس في شغله عندك، هذه الدوله اللي هرت الهيكل يلي كان مهتري مصدي يلي هر كله، بس كمان راح معه يهر خليني اقول الجيش صار بوضع كتير صعب، وهذا الاساس، لانه عامل بقاء لبنان كدوله ضمن حدودها ولو بالشكل الوحيد يلي هو الحصن تبعها، مش هيك نصدق دائما، هو الجيش اللبناني. حالات الفرار، الرواتب يلي عند العسكر يلي كانت على الفرار بقيت معقوله، يعني مش بالحجم يلي نحكى عنه، لا كان مبالغ فيه بوسائل الاعلام يلي تردد، بس لكن العسكري كمان ما بقى يكفي الراتب اللي عنده، نحن بنعرف كثير منيح بهذا الراتب ما بيقدر يعمل شيء بقى، وصار بوضع صعب جدا. ضيف عليها انه صار في عم يتفتت، صار الوضع انت شفت قدام كل محطه بنزين في خط تماس، الاشتباكات اللي صارت، المشاكل الكبرى اللي صارت، و هذه كلها سوا صار في عندك خطر على بقاء لبنان كما هو. لذلك عم بيقول لك روح معي، كان عم يضغط يقول لك روح حكومة وبدي إياك تبلش بالإصلاحات. خليني أقول شو اللي كمان غير، اثنين
الأمريكي بلش يفكر كمان، وهو الوحيد اللي قادر يشتري ويبيع بهذا الموضوع مش الفرنسي. الفرنسي هو جاي عم يشتغل بلبنان مدعوم من الأمريكي، بس الأمريكي كمان بهذا الوضع بلش يعيد من حوالي من فترة بسيطة، يرجع يعيد فتح طعو نشتري ونبيع، يعني بالموضوع رتب أنا لأنه الوحيد قادر يشتري ويبيع. فإذا تزامنوا هودي مع بعض. بتقول بالمحل طيب انه فاذا انه صارت التسويه مثل ما شفناها على كعب تفاهم اقتصادي هائل توتال بالعراق وكذا، فاذا سلموا لبنان لهونيك. لا، اللي بيحكي هيك بيكون يعني بسيط او مش شايف مزبوط الوضعيه كما هي. انا مش من هالراي ابدا. من اي راي انت؟ انا بقول انه بعض الصراع ماشي هلا اخذ منحة، صار في عندك كيف تسميها اذا بدك يعني فتره استراحه هلا بتكون مع هذه الحكومه هي اللي بتوقف الانهيار. مهمتها شبك لبنان مع صندوق النقد الدولي مشان اجل اعاده يعني وضع الاصلاحات اللي بدك اياها ليبلش يحط الخطط، بس هالقد عطي تنفيسي لقلوب ستيكن. التسوية الكبرى للبنان رح تكون لما بيصير بيجي وقت الانتخابات الرئاسية. انتخابات النيابية رح يكون في عندها برنامج تاني بين صورة تانية للبنان، لكن انتخابات الرئاسية لأنه الرئيس اللي جاي ممكن بيجي وبيفرضها. مش هيك بقول لك ايه بتوقع من هلأ يكون في عندك فراغ رئاسي هلأ، وهيدي يعني وهيدي مهم كتير. مثلا انت مثل ما يعني مثل ما هو محضر لك البرنامج ورايح عليه بتقول طيب فاذا يلي طالبه هلا هو طالبه نوع، بقول لك انه نوع منشان مثل ما قلنا يعطيك الاكسجين يلي بدك تاخده، اكسجين مش اكثر، ويعطيك نوع منشان يعني تمرق الهدى وصولا الى الانتخابات النيابيه يلي امبارح مثل ما شفنا مثلا نداء الاتحاد الاوروبي يلي قالوا، وهون النداء على فكره يعني فسر بطريقه خطا تبروا البعض انه تلويح وهلا جاي مش مزبوط. النداء اللي طلع هيدي ما طلع اني في عنده الاسمين اللي جاني يمكن او ما بعرف شو اسمها، هذيك اللي بتروح على التنفيذ، هيدي بتروح تطلع نداء صرخه. بس هيك من اصل حوالي 700 وشوي اعضاء ماني حافظهم قد ايه، 500 وشوي اقروا عليه، شو عم بيقول لك هيدا؟ وهيدي مهمه، يعني في عندك عدد كبير من الدول الاوروبيه اللي صارت بهذا الاتجاه، عم بتقول لك نوع من الحمايه ليه العمل يلي لازم تعمله، الاصلاح يلي لازم تعمله الحكومه. مشان هيك عم بربط لك هيدي بهيديك، وهذا الاساس ربط لبنان بصندوق النقد الدولي والاصلاحات يلي لازم تعملها. وهون الاصلاحات عندك بشكل اولي ملح الكهرباء اكيد، وعندك المسائل اللي العلاقه بتحرير الصرف قول انعملوا تقريبا، بس كمان رح تشوف لقدام يعني لما بتروح القصه على التسويه الكامله من اجل اعاده بناء هذه الدوله. مثلا رح تلاقي بكرة مندوبين مباشرين من صندوق النقد الدولي بالوزارات الأساسية يلي لها علاقة بالموضوع الاقتصادي من أجل إعادة بنائها. وأنا ماني زعلان لأنه حجم الفساد اللي عنا، الذهنية السيئة اللي عنا، الذهنية العاطلة اللي هريت كل الدنيا ويلي بتبدي كانت الزبائنية السياسية، وربينا على الذهنية من زمان وبعدنا لهلا عليها، الزبائنية السياسية بتبديها على مفهوم الدولة. بس كمان رح يكون في عنا أيام قاسية، بس كان عنا أيام خطرة قطعنا من الأيام الخطرة، بس الأيام القاسية جاية لعنا. هيدي جيدة نقول إنه الأيام الخطرة قطعناها، بس الأيام القاسية بعدها على الطريق بانتظار التسوية الكبرى يلي مع ما بتبلش تظهر أكثر مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية. حزب الله، وهيدي نقطة السيد لك، حزب الله مثلا بني قال شو كان عم بيقول؟ انه عال انتو المطروح شو بدي احط سلاحي على جنب، لانه بالمشروع الكبير يلي معمول للبنان الامريكاني عم بيقول له انت رح يكون في عندك قسم بس بدك تعمل رجيم، ما فيك تضلك بهذا الحجم اللي انت فيه، لا بدك ترجع تنزل على الرجيم، بس انت اكيد الفريق الاساسي بلبنان، اسمعوا هذا الرجيم شو بيتضمن، حط سلاحك على جنب. كيف يعني؟ انت من نرسم الحدود البريه الجنوبيه وطبعا البحريه، البريه الجنوبيه هاي البريه بدك تصير في عندك وموجوده هذا المشروع بالامم المتحده، رح يكون في قرار وقف الانهار. نحن هلا بعدنا على اتفاقيه الهدنه، بده يكون في وقف الانهار يقره لبنان مثل ما محطوط برا الامم المتحده بالميلتين الجيش الاسرائيلي، او مثل ما هلا يلي عم بيصير اسرائيل من هون لبنان على المستوى العسكري، بس وقف الانهار بتوافق عليه الحكومه اللبنانيه. شو يعني؟
يعني ما حدا بيخرق من المحل بتكون شرعية. وبالوقت ذاته الحدود البرية مع سوريا سيعاد ترسيمها وضبطها بشكل كامل. حزب الله عم بيقول طب المقابل تبع هودي يعني عم تقول لي أنا يعني بدك توقف الجناح العسكري تبعك، عم بيقول له إيه بس أنا شو بدي أنا بالمقابل بدي شيء، أنا بالمقابل لوح أو هيك فهموا منه إنه أنا أريد تغيير النظام بحيث الذهاب الى المثلثه، مش هيك اللي كان عم ينحكى كثير. بس هذا كلام كبير يعني عندما حزب الله هيك تلويح، هيدا التلويح تلويح يعني نفهم من الكلام اللي عنده هيك، بس هيك فاهمين بالغرب. الغرب رد بس هي كان في محاوله صح، يعني هي محاوله كانت بهذه الحكومه نسمع عن 3-8 وصولا الى الحديث عن المثلثه، وكان يرجع حزب الله ينفي مقرون ب انا ما كنت بشوف اكثر. انا يلي فاجئني وتذكر انا قلت لك موقفي ومتى، وكان هذا الكلام يلي قاله النائب جبران باسيل لما قال هو انه المداورة بالرئاسات. انا تفاجأت كتير كيف مشي فيها، وطبعا كررها مرتين، على اول مرة ما طلع توضيح ورجع قالها مرة تانية بمناسبة تانية على التلفزيون. يعني برأيك يتماهى مع حزب الله اعتيادي او الاعتياد برا انه كان في تناغم بيناتهم على شيء ما الى الامام، انه ايه المداورة بالرئاسات يعني المتالك. غرب قال انا لا، النظام في لبنان لن أغيره، مش كرمالك ولا كرمالي ولا كرمال ما بعرفين، لأنه مثل ما قلت أعطاء أنه حتى لو أعطيت من تحت مثلا يعني تعطي من فوق مثالتي بالسلطة، وعلى المستوى تحتها بتعطي فضفاض يعني بتكون لمركزية موسعة شيء بيشبه الفيدرالية أو يعني لمركزية موسعة وكذا بيقبل، بس السلطة اللي فوق هي الأساس اللي بده إياها. ليه؟ لأنه السلطة اللي فوق فيها قرار العسكري قرار الخارجي تبع لبنان هو الأساس. إيه ما بعطيك اياها هيدي ليه؟ يعني عم بعطي ايران بالنسبه له هذا الموقع هونيك، بالنسبه له لهو بيقبل، للاوروبي بيقبل لانه صرت على حدوده لاوروبا، للاسرائيلي بيقبل بطبيعه الحال، للروسي بيقبل، للدول العربيه بتقبل، مجموعه السنيه ما بتقبل تعطي ايران هذا الموقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط، ولا حتى العلوي بيقبل ضمن العلويه اللي بضل للاخر ما بيقبل بهذا الموضوع، لانه كمان بيحصره هو بالداخل جوات سوريا. بخلاف هلا قلت لك هذا الكلام السخيف اللي بيطلع انه تلزيم لبنان لهون تلزيم، كانه مساله هلا هينه. جوني منير تجزم انه لن يكون هنالك تغيير للنظام وذهاب باتجاه مثالثه كما هو مطروح؟ طب اذا هذا الشيء ما رح يصير، ماذا سيعطى حزب الله بمقابل هذا السلاح، هذه المنظومه اللي بيمتلكها؟ انا اجزم، انا انقل جزم بيجزموا انه وشرحوا ليش ما بتقدر تعطيه. قلت لك بتقوم الدنيا كلها سوى، تركيا ما بتقبل يعني. طيب شو بده ينعطى؟ يعني عم نجي نقول لحزب الله صحيح. هذا الحزب يلي كان بدك تعطيه من ضمن، بدك تعطي حجمك، بدك تعطي، بدك تعطيه اول شيء من ضمن النظام، هذا له علاقه بالتفاوض هوية. يعني عم بيقول له هون بيحكي مع الايراني، بيقول له الايراني انه بالاخر بدك بعطيك هون اذا بدك، بس بدك تخلى على كل الشروط الثانيه يعني اليمن يعني العراق. طبعا هون بصير المكسب اللي عم ياخده بلبنان ولا شيء، ماشي قدام هونيك المكاسب الكبرى اللي عنده، عشان هيك الايراني ما عم بفوت بهذا الديل اللي له علاقه بهيدي المسائل هلا. بس كمان بالمقابل اكيد ستعطي شيء لحزب الله، وانا كنت اقول وبعدني بقول انه سيحصل تفاوض او تفاهم او اكيد بالواسطه مش بشكل مباشر ما بين الامريكيين وحزب الله. كيف الطريق ما بعرف، بس انه اكيد بده يحصل تفاهم معه، اولا لانه من اجل ترتيب المرحله الكامله المقبله. مش هيك انت هلا بعدك بعز شد الحبال وهيدي انت عم تدفع ثمنها. فاذا اول شيء من اجل ترتيب المرحله كامله لقدام كيف تكون. اثنين، انت لما بدك تسكر الحدود البريه شفنا امبارح وهي لها معاني المازوت يلي اجى عن معبر القصير صح، عم يكشف لك اياه. يعني كلنا بنعرف انه كان في معبر القصير لحزب الله، بس كشف وجابه وانه عم بيقول لك انه انا بشكل عادي بقدر فوت هالمزبوط وعلى سجيته وواكبه باحتفاليه برصاص، وهيدا مقصود ما تفتكروا هيك ما بسفنات ورصاص ليقول لك انه انا هذا الخط البري يلي دفعت حقه كثير بسوريا انا ما حزب الله بيتنفس منه. الامريكي من تناوي رايح بده يسكر هيدي الحدود، انه بده تعرف هودي اللي اجوا الابراج هودي مش للتسليه لما جابوهم، هودي اجوا من ضمن المشروع ركبون انجليز وغيرهم مشان نسكر هذه الحدود. بس كمان بيعرف انه اذا انت مشروع عم تخنقه يعني بيضطر بيقدني. هيدي بحاجه كلها سوا، مشان هيك عم اقول لك بحاجه لحكي.
هو بيتنفس الأكسجين تبعه بياخد هذا من خلال هذا المعبر البري يلي برجع بالك. أحد أهم أسباب شراكته بالحرب بسوريا كان ضمان هذا الطريق البري يلي حطت روسيا يلي روسيا في عندها نفوذ هلا عليه كمان يلي وصلت عملت نفوذ عليه طبعا كان مقصود هذا النفوذ. لذلك أنا بقول مثلا الروس سيكون لهم دور لقدام فيما بعد في لبنان راح يعزون مثل ما حدا قال لي بور موديري يعني لحتى الوضعية مع حزب الله من أجل إدارتها يعني أو فأذن هذا الموضوع هذا بحاجة ل وبدك تضمن له أنت مجبور تضمن له لازم تضمن له أولا كيف بده الإمدادات يلي بده إياها مش العسكرية بس المالية وكل شيء يلي عنده يلي عم هيدا هاي سيلته للأساس. اثنين بدك تضمن له وضعيته بالداخل اللبناني لقدام وهون أنت قابل تعطيه ضمن النظام من دون ما تغير ضمن التركيبة ضمن دولة الطائف بس من دون ما تغير بشكل بالستركتور تبع الدولة بالبنيان تبعها بس بدك تعطي أكيد يكون في عنده يقدر ترجم حاله فيها لقدام وبدك تعطيه طبعا بيكون في عنده مسائل تانية إلى عليها. وعلى كل حال مثل ما رايح هي الخريطة أنا كنت بقول وبعدني بقول كيف صارت مرحلة التعاون غير المباشر ما بين الأمريكيين وحزب الله لمواجهة داعش تتذكر والنصرة أنت عندك شيء هلا ستعود الكرة أنت أفغانستان شو أفغانستان هي إعادة إنعاش كل هذه الخلايا من أجل ترجع تقب وفي دول خليجية كتير مرعوبة من هذا الموضوع عشان هيك هي مهتمة بلبنان لأنه بتعرف أنه لبنان قادر يفبرك أو يأذي أو يمد بأثاره لعندها هي. فإذن حتى بهاي برأيي قد تكون هنالك نوع من التعاون غير المباشر برجع بكرر على كلمة غير مباشر لأنه بتعرف لبنان بيختصر الجملة وبيحملك إياها التعاون غير المباشر التفاهم حول كيفية مواجهة هذه المجموعات لقدام أي عندك إياها لقدام مش بلبنان بس حزب الله عنده كادرات عنده خبرة كتير قوية في هذا الموضوع. تمدد حزب الله طالما عم نحكي عن حزب الله قبل ما أرجع فوت على لبنان ولماذا أعطي حزب الله هذا شكل من أشكال الحكومة بهذه المرحلة بس تمدد حزب الله يصل إلى العراق يصل إلى اليمن يصل إلى سوريا هذا التمدد كيف رح يتم التعاطي معه؟ وحدة وحدة هن بيفترضوا أنه باليمن في عندك مفاوضات هلأ عم تصير باليمن اتجاه إلى هلأ في تقارب سعودي إيراني وهذا لازم يكون معبر هو اللي ممكن يحل هذا الموضوع كيف بده يركبوها هناك وهذا بيطلع حزب الله من هناك طبيعة الحال لما تروح أنت على تسوية سلمية هناك أو اتفاق اللي بده وقت بعد بس إنه هذا يعني التسوية اليمنية قد تسبق التسوية اللبنانية هي مفروض من الأساس كان هيك هي كان البرنامج محطوط من الأساس إيه فورا بعد الاتفاق النووي لو تم الاتفاق عليه فورا اليمن من بعده كان أول بند هو اليمن. اثنين في عندك العراق جاي سوريا بشكل أساسي سوريا يلي بدأ يفتح ملفها بشكل أوسع وبروسيا بسوريا في عندك الروس مستعجلين قبل غيرهم وهم على خلاف مع الإيرانيين على الأرض السورية خلي مش تمايز في تمايز خلاف كبير كلمة غير في تمايز طبعا بده يلعب عليه الأمريكي بده يلعب عليه الإسرائيلي شفنا بالجنوب يلي صار الاتفاق اللي صار بموضوع درعا والمشاكل والانقسامات عند الدروز يلي منا بعيدة عنا أنا برأيي إسرائيل ويلي كل هيدي بتصب بمحل إعادة ترتيب الوضع الجنوبي لسوريا بحيث ما بتكون خالية من وجود إيران أو حلفائها وهيدي الروسي عم يتوليها. فإذا الروسي عنده عم بيقرب ليرتب الوضع هونيك وهذا الوضع يلي عم يحكوا كتير باتجاهه طبعا سيقود هلا بيعتقد البعض انه بيزيل نفوذ ايران برايي كمان واهم بيضعف يخلص هذا يخلص مش ينهي لان هذا الخبريه تنهي مش يعني مش واقعيه في تنسيق امريكي روسي بكل الاحوال عن الارض السوريه اصلا بيفهموا على بعض طبعا بيشتروا ببيعوا بيفهموا على بعض الايراني عنده غير حسابات بسوريا بس لكن برجع بقول لك ايضا الروسي بحاجه لايران من شان نظرته هو للتوسع في المنطقة بتعرف الإيراني عارض عليه المرافق تبعه من شان البوابة في يعني شغل كبير بين الإيراني والروسي والإيراني بيعرف كيف يستجلبوا للروسي بس خليني أرجع بسوريا حتى ما نمدد نوسع كتير بكلامنا بسوريا الأكيد أنه الروسي راح يعني بحبك أسوارتي بس مش قد زندي يعني بحب زنده أكتر بحب حاله أكتر ودفع كتير وضعه الاقتصادي ما بيسمح له. فإذا هون بسوريا واضح أنه في عودة لحزب الله
من سوريا لها علاقة هلأ مطالما فتح الملف هناك بلبنان إعادة تنظيم هذا الموضوع. مش هناك بتقول شو يعني الجناح العسكري لحزب الله؟ يعني وجوده خارج الحدود اللبنانية العسكرية هو وجود عسكري مش وجود سياسي، بينتهي أو بيضعف أو بيزول، وبالتالي إعادة تنظيم وضعه في لبنان أكيد هو قوة سياسية كبرى. قلت لك مع مسائل أنا ما بعرف شو عشو ممكن يتفاهموا، الضامن مين بيكون الفرنساوي ما بعرف، ما بفتكر يلاقوا ضامن تاني. كان عندهم بالزمان كانوا عم يفوتوا باتجاهه، كان مهتم الأمريكي يفوت باتجاه كيفية التحاور مع حزب الله عبر، أنا بقول لك هون أنه بفتكر التغنيجي اللي كانوا عم بيغنجوه بالمزدوجين للواء عباس ابراهيم، كان يدخل في هذا الاطار لما عم يحكوا معه من دون ما يقولوا انه بدنا نقول له لحزب الله، بس كانوا بيعرفوا كثير منيح انه هو رجل ثقه عند حزب الله، وبالتالي رتب كثير مسائل. كانوا مثلا معجبين بكيفيه انهائه للتفاوضات يلي عملها بعرساله وبغيرها من دون ما يرجع لحزب الله، يعني بيعرف الخلفيه كثير منيح والخطوط وقديش وما قديش. ما بعرف اذا بترجع عبره او ما بعرف اذا في قناه ثانيه. كان الرئيس بري يشكل بمرحله من المراحل وزير خارجيه حزب الله عند الامريكيين، كانوا يتواصلوا بهي الطريقه، ما بعرف اي وسيله بيعتمدوا. بس لكن انا من الناس يلي يعني مقتنع انه منطق الامور بده يروح بالاخر باتجاه بدون يحكوا معه بطريقه من هودي الطرق ويرتبوا الوضع. هذا بده وقت. على هذه القاعده شكلت حكومه نجيب ميقاتي. داعي. حزب الله بالنسبه لكثير من اللبنانيين حقق الانتصار الذي اراده بهذه الحكومه عن طريق اذا بدنا نعتبر كذلك حليفه الرئيس ميشيل عون. اول شيء انا بس يعني ليه بده ينعطى حزب الله كل هذا الحجم؟ اعذرني من كلمه، انا بدي متحسس لما بقول بهاي الحكومه في حدا ربح وحدا خسر، في كارثه على الارض. بالتالي هاي الحكومه كان المفروض تجي قبل. يعني لما بيكون في عندك وضع مأساوي للدرجه اللي نحن عايشين فيها، نزلنا لل 70% صار الفقر، هول 20% امتى نزيدوا؟ من 13 شهر لهلا ما فيك تنطر. يعني البلد بس نطر. يعني البلد كله نطرنا بس بخساره باي كلفه وكل ما جرى قبل ما نطلع بهذه الحكومه بهذا الشكل، باي كلفه فلوا العالم لبرا. ولادي بالمدرسة تلت الصف فل، تلت الصف تلتو بكل صف يلي عندهم ويلي بعده عم فكر كيف بده يفل. لك في ناس بعرفهم أصحابي راحوا على أفريقيا، راحوا أخذوا عيالهم على أفريقيا. نحن شفنا أي وضع صار عنا وقديش بعد رح يكون عنا أساوي لقدام. فإذا الموضوع ربح وخسر أنا بتحسس منه. بس لكن أنت عم تقول كيف في عنده نقاط أمسكها من خلال هذه الحكومة. مظبوط. أولا هذه الحكومة بتفاصيل انه تكون حكومه انبسطوا فيها برا، بس بتفاصيلها هي تحت سقف. يعني هي حكومه حزب الله؟ لا لا، ما بيقولوا حكومه حزب الله لا، لكن بيقولوا انه مش اللي كنا بتغينا، كنا مفضل نحن غير هيك، انما بال 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 بالاسماء تبع هذه الحكومه. طرحوا الفرنسي، طرحوا الفرنسي، اسماء عاطله طرحوا الفرنسي، في هيك وفي هيك وفي هيك، في جيدي وفي وسط وفي عاطل. تعرف في وزراء عاطلين، يعني ما بدنا نكذب. بس عم تقول لي طرحوا الفرنسيين، طرحوا اسماء مثلا، ايه ما اخذ ولا واحد منهم، ما عندهم مشكله حسب ما فهمت منهم. تخيل صار في حكومه مثلا على سبيل المثال، سالته انا مثل مين يعني، مثلا جو صدي وزير طاقه، ايه كان جيد وكان بتكفي وكان كذا، ما اخذوا. ماشي الحال مش واقفين عنده. مش عم بقول لك هيك التعبير تبعهم، نحن ما واقفين عندها، بس قطع لي بهاي بدك تروح على انك تروح على الاصلاحات وتركيز الاصلاحات المطلوبه من صندوق النقد الدولي، انك تربط ما تبقى من البنيان اللبناني، مش ما تبقى واصلا مهرار كله بصندوق الحطام اللي عندك بمصران صندوق النقد الدولي بالسيكل تبع الامم المتحده. بلاقي حزب الله هذا الموضوع، لانه نحن بنعرف هذا مربوط بالوضع السياسي. لما صارت المفاوضات او لما ايمانويل ماكرون زار لبنان والتقى بالقاده، كان في اعتراض من حزب الله على موضوع صندوق النقد الدولي. كنا باي ظرف طبعا، هذا عم نحكي من مشانك عمل لك بعد هذا الانهيار الكبير. قلت لك بالاول الاسباب داخليه وخارجيه، يعني حتى حزب الله يتنازل انه بالاخر عندك ظروفك كده. انت كنت مثلا في مسائل ما كان بيرضى فيها حزب الله بالاول، صار بيرضى فيها. وفي مسائل كمان الاجانب كان عندهم، غربيين كان عندهم، ما صاروا بيقبلوا قبلوا بحكومه كمان كل واحد بينزل. ما انت كان في عندك نوع من المواجهه، قبلوا بهي الحكومه ما كان يمكن بالقبل كان تشكل لهم غير شيء. اذا منا حكومه حزب الله بالعنوان العريض، هي حكومه ماذا؟
اذا بدك تعطيها وصف خليني لك. اولا هذه الحكومه هلا اول شيء كلبناني انا في جزء منها كان بيسوى يكون افضل، مش كان بيسوى، كان لازم يكون افضل. بالنسبه للغربيين انت لما عم تاخذ انه لما قالوا بدنا نروح على الاختصاص، شو يعني اللي بيقولوا بالاختصاص تبعي انه كل واحد اختصاصه، شو كان عم بيقولوا؟ عم بيقولوا لهي الطبقه السياسيه يلي هي سيئه بالمناسبه، وبالوقت ذاته هذه الطبقه السياسيه تدين بالطاعه الى حزب الله. بالنسبه له عم بياخدك على اختصاصيين، شو يعني عم ظهرك من التاثير فيهم. كان قبل جيب انت سياسيين لعندك جوات الحكومه بيكونوا هودي تحت الامره بينفذوا للي برا. لا ما فيك تقول له طيب جيب لي طبقه سياسيه، بيقول لك ما هي الطبقه اللي هلا موجوده مجلس النواب، راح قال لك اعطيني اختصاصيين. صارت أسوأ، جبت اختصاصيين كمان بيمشوا على التليفون، مشان هيك عم اقول لك في جزء منهم لا انه اكيد مش هيك، وهن بيعرفوا هذا الشيء برا. بس يعني صار عندك أسوأين، هي مع انه مجلس وزراء بالمناسبه انه هو مفروض يكون سياسيين فيه، انه هو صاحب السلطه السياسيه في البلد مش بمكان تاني بعد اتفاق الطائف. كان عنده اقتراح لنجيب مقاتب بحكومه اقطاب كمان قبل يمكن ما يتولى صحيح. هذه المهمه بس ما كانت تمشي، انه كان فيها مذابح ما بتمشي ابدا، وفي محلات بتمشي في يعني الفازن انت لحتى تجيب هودي الاختصاصي صار عندك أسوأ، وانت كان مفروض برجع بقول لك يكون عندك سياسيين بده يطلعوا برا على التليفون. مشان هيك هلا شو قال له بالبيان هذا امبارح تذكيري يلي طلع من الاتحاد الاوروبي، طلع قال لك انه طيب بدي هاو، فهمتني انا ما تعرق له هاو وقال عقوبات وراها الانتخابات النيابيه. بس أدي عقوبات الاتحاد الاوروبي ممكن انا كثير معبره انه ممكن ترعب اللبنانيين او ممكن تخوفهم اذا ما صدرت عن العقوبات الامريكيه. ما عملت عملت وقع العقوبات الامريكيه أيه. قدرت تتاثر جزء من الاسئله شو دقيقه المعلومات عن تواصل الامريكي مع جبران باسيل؟ انا ما عندي شيء اور انا ما عندي شيء يكون صار بشكل رسمي بشكل عن طريق قنوات كل العالم تحكي مع كل العالم القنوات انا ما عندي شيء عنه ما بعرف. بس انا بعرف انه كان خلال مرحله التشكيل بالاخر كان التعيد يلي موجود كانوا عم بيقولوا انه طيب ربما وصلوها بالفرنسيين انه اولا اذا كان منشان العقوبات، وهذا الكلام سمعته منهم الامريكيين يعني بيقولوا انه العقوبات هيدي ماغنيتسكي بدك تروح على القضاء عنا بالسياسي ما بتنشال. هيك كانوا عم بجربوا يقولوا لانه كان كثير الكلام رايج. طب انه ليش حتى عم تتعرق له؟ ليش التلت هذا الكلام اللي برا انا انقل ما سمعت انه ليش عم تعرق له؟ انه كرمال لحتى تقول اعتبر البعض انه بركي من المقايضه بموضوع العقوبات قال ما بتركب ماغنيتسكي ما فيك تاخذها بالسياسه بدك تروح على قانون من وين مصدر. وهن بيقولوا لحد هلا نحن مستغرب ليش بعد ما راح على انه سال، هن بيقولوا انه سال بهذا الموضوع. بيقولوا اصحابه بعتقد كانوا عم يقصدوا يومتها هن ديفيد هيل يلي نصحه بيقول انه لا بدك تروح على مكتب محاماه. فاذا هيدي وقولوا ودينا اكثر من مساج وهذا كتبته انا على لسانهم اكثر من رساله باكثر من محل انه العقوبات مساله ثانيه. فاذا عمل لي وقالوا بمحل ثاني انه اذا كان من شان الموضوع لقدام وطلقت المسائل شفنا نحن اقرب شخص لحسان دياب ترك وفل من بعد بيكفي تعمل عقوبه على احد الوزراء يلي هلا بشكله الثلث يلي هو ثلث موه في ثلث. فسر لك شو الثلث المموه؟ ايه في ثلث ولو كيف بدي تفسير منه بالاسماء يعني ايه بدي بالتوزيع يعني. طلع نجيب مقاتي نهار تشكيل الحكومة صباحا قال هذه الحكومة لا تلف فيها، صارت المفاوضات أو في قناعة عند في قناعة بالكواليس إنه بالآخر بعد إنه بتمرق له تلت أوكي تلت مموه معطل تلت مودر إذا بدك مموه بأي وزير؟ أنا في اثنين ما بعرف يلي لأنه أنا شفت اثنين يلي حطون على جنب. في عندك وزير شو اسمه؟ تبع رياضة وزير الشباب والرياضة شو اسمه؟ هلا بنرجع لاسمه. لا يلي من جبيل يلي هو اصلا من الباسكت شو اسمه؟ وليد نصار هو وزير سياحة. ايه عم بقول لك تبع الرياضة هو من الرياضة جاي هو هلا ابوه حاطينه مستقل. انا شفت ما بعرف انه
مقرب من الرئيس عون. ايه وجبران بيصير ما كان عم بفاوض معه لما كان عم بيروح بينه وبين نجيب مئاتي. والاسم الثاني وزير السنة شو ما طرحوا الرئيس عون اثنين نق واحد منه رح ينق اثنين رح ينق اثنين هيك يعني بالهذا. هلا هون بعد بكره بيطلع لك نفي لا مش عارف انه انا بعرف انه سمعت من فرنسيين انه عم بيقولوا انه حتى الرئيس مئاتي بيقول انه سمالهم واحد انه شو بدكم وقت الحزة هذا مش هناك عم اقول لك مودر يعني وقت اللبدة يمكن ما يكون هو اثنين يمكن يكون من غيره لحتى مروع بس انه في واحد وسميه انه هيدا علي خلص هذا مش موجود يعني مش هناك بيسموه التلت المودر او التلت المقنع او التلت المبطن ما بعرف شو بدك تسميه وبيسوا يكونوا عم بيكذبوا شو بعرفني بس انا عم بقول لك اللي بسمع. طب اذا كانت هيك من طلب من نجيب ميقاتي بالاخر صاروا يمشوا بعد 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 هونيك اعطيه هذا التلت انه قطعه بالتلت اقل شيء ممكن انه يكون وبالمقابل في تصويت في ثقه للحكومه يعني بدك هي كانت مقرونه بثقه التيار الوطني الحر. ايه هو طلب بالمقابل هاي مقابل هاي صارت اخر ايام وضغط حزب الله كثير لك ببغداد صار في تفاهم كثير كبير عم تحكي بصفقه 16 مليار اكيد وبتوصل ممكن تكون ل 26 او 17 27 مش عايز نتذكر الرقم عم تحكي عن توتال عملتها بالبصره بالمنطقة الشيعية حيث النفوذ الأكبر فيها لإيران خيلك ممكن يأخذك يقول طبعا بالتفاهم مع إيران وطبعا إيران هذا الموضوع بتعطيها بالموضوع الاقتصادي مسألة كبيرة وإن شفت من أربعة أيام راح رجع المالكي على 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 إيران فإذا في شيء كبير صاير هونيك زمطت معه هذه الحكومة حزب الله في لبنان السيد حسن فات بشكل مباشر. هلا أضيف عليها أنه طبعا الواقع على الأرض صار لا يطاق لا يطاق ما فيك تطلع من بيتك بقى ولا فيك تدوب بيتك ولا عندك كده ولا يعني بلد جحيم ما في بلد بالعالم وصل لا بس باخر نهار على التفاوض يعني يمكن ولدت الحكومه نهار الجمعه نهار الخميس كان الحديث عن انه نادر رؤساء الحكومات السابقين غير راضي وممكن باللحظه الاخيره يرفض كان في مبادره تم الحديث عنها تولتها مصر هيدي ما كانت بعيده عنا مصر لك كمان بلش بدنا نوسع الديكار شوي وتشوفهم على الاحوال المصري الغاز المصري باتجاه لبنان كما انه المازوت الايراني للبنان طبعا هو لحاجه داخليه انت معوزها بالداخل فايد استفاد منه ووصل لهون كمان هو مؤشر سياسي مثل ما قلنا كثير كبير عم يحكي عن طريق كشف عن المعبر تبعه عم يحكي عن طريق البري المربوط فيه بسوريا يلي مربوط بيوصل لايران وعم يحكي اذا بدك ضمنا عن هذا المحور كمان الغاز المصري يلي الامريكان عملوا يلي كسروا معه قانون قيصر بس كان بدي تفكير بفتح الملف السوري كمان هيدا ما بتاخده بالاطار الانساني او الاقتصادي بتاخده بالاطار كمان السياسي يلي عم يحكي مش هناك اذا بدك حكيت عن خط مقابل خط خط المصري يلي هو عنده دور رايح جاي يلمع دوره وانا مش هناك انا بتوقع مثلا بالزيارات تبع الرئيس مئاتي طبعا رح يطلب ما بعرف اذا طلب انه يزور الخليج وهون بدي افوت معك بالموضوع بس كفي لي فكرتك لانه في طبعا رح يزور اكيد رح يكون في عنده موقع كثير مهم زياره كثير مهمه لمصر. مصر الساحه السنيه هي فيها فراغ بعد الانسحاب السعودي منها وما عباله يفوت ومسكر عم بيقول لك ما بدي رد عليك فك عن سمية دخلت مصر ما فيك تترك الواقع السنية دخلت مصر بتشجيع كمان من الإمارات بس لي أسباب لها علاقة أولا دور سياسي لمصر ويلي هي دورة جيد مع الموضوع السوري اثنين من أجل منع انزلاق أو تمدد الإخوان المسلمين في لبنان وهذا اللي بلشت لك إياه بأول حديث وهذا شيء بيقلق جدا مصر من جهة اللي هي عم بتحارب الإخوة المسلمين وعندها مشكلة هلأ بالفوعة بعد أفغانستان وأيضا الإمارات يلي عدو الأول قبل إيران ما عنده يعني إيران تجي بدرجة وراها هي الإخوة المسلمين لأنه يهدد نظام الإمارات وبالتالي منشين هيك رح تشوف هيدا الدخول المصري وبالوقت ذاته رح أقول لك شغلي كمان يمكن رح تفاجئك أنه الإمارات حتى تريد من بابها من هذه الزاوية وربما هون سعد الحريري عم بيعول وضعه منيح مع المصاربة انه هاي ممكن ترعشه كمان لقدام. الامارات من جهة تانية عم بتقول حسب ما فهمت
انه ارسلوا دعم مادي لسعد الحريري بيقولوا لي فوق ال 100 مليون وهم على استعداد الاماراتيه ليرسلوا له دعم ثاني. هلا بيطبوا علي بهجوا قبل الانتخابات النيابيه قبل الانتخابات يدعموا في الانتخابات النيابيه لانه البديل بيعتبره طبعا هو حسن متطرف لا والبديل عنه حيجي عندك الاخوان المسلمين او الاتراك او انه الفراغ الطبيعه تقبل فراغ. بس هون نقطتين المصاروي بيمونوا على نادي رؤساء الحكومات السابقين هذه المونه كان في محاولات مصريه سابقه اصطدمت بالفشل. هن بيقولوا بيقدروا يمونوا على السعوديه بس هذا الشيء ما ترجم مع سعد الحريري. يعني لما توسطوا المصاروي لحتى انه تتذكر لما كان عم كلفوا وراحوا صحيح باخر محاولات ما مشي الحال مع السعوديه في هذا وقالوا له اخر مره انه ما مشي الحال ما قدر مشي الحال في هذا الموضوع. بس لكن هنالك دور ما تعرف مصر قدرتها الكبرى قلقة من تطورات بالمنطقة علاقتها الجيدة مع فرنسا تعرف العلاقة الممتازة اللي عندها بينها وبين فرنسا مشاريعه المشتركة حول موضوع الغاز وأوروبا والشراكة حول موضوع البحر الأبيض المتوسط في كتير نقاط تسمح لألون أنه يقربوا المصاري وعندهم علاقة ممتازة مع السعوديين يعني ما عندهم علاقة عاطلة وعم بيقولوا أنه نحن قادرين نتولى هذا الموضوع ومن أجل الحد بيقولون للسعودية من موضوع تمدد حزب الله او ايران في لبنان نحن علينا انه نشتغل ما نتركه الساحه فاضيه. وعطوا مثل حسب ما فهمت كمان موضوع اللي صار الحريق الانفجار المازوتي اللي صار بالشمال بعكار وانه حزب الله دغري راح وقدم المساعدات والى مغني الانسحاب تبعك وهذا المنطق المصري اما بيعبي اما التركي او حزب الله يعني الايراني وبالتالي انت يعني هذا خطا انك تكون انت برات. ولذلك اذا بدك منطلق من هذا الموضوع انا برايي راح يكون الدور المصري اوسع واوسع وهذا بين من خلال كنا عم نحكي عن موضوع بغداد الاتفاق اللي صار هناك. بدي احكي عن دور المملكه العربيه السعوديه بس قبل بموضوع سعد الحريري والامارات. هيدا الكلام يلي تفضلت فيه عن مساعدات اماراتيه لسعد الحريري تمويل اذا بدنا نقول يعني انه الحريري السياسي او الحريري بمفهوم البيت الحريري لم تنتهي كما يعول البعض بلبنان بالسياسة ما حدا بينتهي بس هي خسران وراء بس كان بحاجة لدعم خسران وراء أكيد خسران وراء لا جدال بهذا الموضوع. وضع نجيب مئاتي معه ولا ممتاز متفاهم وياه بس ضمنا بتقلي انه نجيب مئاتي ما عم بفكر انه هو يكون الليدر السني طبيعي عم بفكر انه بتقلي سعد الحريري مش نقزان منه بهاي بينه وبين رغم الابتسام والعبط بيناتهم وبدهم يتفاهموا مع بعض انتخابيا بقول لك بلا اكيد بس مزبوط انه الوضع ايجابي جدا بين نجيب ميقاتي وسعد الحريري ايه هلا ايه هلا قلت لك بالباطن لا لا هلا ما انا عم بحكي على الظاهر ضمن ايه بس انا بدي حلل الموضوع انا بدي حلل ايه. بالباطن طبعا سال نجيب ميقاتي عم بفكر بانه يكون اذا بيقدر ينتزع ويعمل انتصار بالحكومه ويقدر يعمل يرجع يكون زعيم هذا طبعا حلم له. وبالمقابل سعد الحريري ما عنده هذا النقزة منه أنا برأيي أكيد عنده إياه بس طبعا مش مبيني برا يعني ما عندك ولا دليل عليها بس أنا برأيي موجودة. هلأ انتهت عندك برأيي نقطة الاختبار عند الجميع رح تكون الانتخابات النيابية. لذلك أنا برأيي هذه الانتخابات النيابية هي إحدى إذا ما كانت أهم انتخابات نيابية بتاريخ الانتخابات بالتاريخ اللبناني الأهم معبراتها كتير كبيرة حتى على المستوى السني. إذا زمط سعد الحريري إجي قدر يرجع وهون عنده هو إنه ما عنده خصم باستثناء يمكن الخطر الجدي اللي عنده إنه الناس كلها عم تفل باتجاه رفض الجميع ثورة أو بين مزدوجين سميهم ثورة أو ما بعرف شو تسميهم بس الرافضين أو الطالبين بتغيير كل الطبقة السياسية. بس غير هيك ما عنده خصم جدي. هلأ بهودي هذا الدعم الإماراتي المالي المصري السياسي كيف قادر يترجمه بالانتخابات النيابية قادر يرجع يسترد فيه أنا برأيي هذه نقطة الارتكاز يعني بيخسر مقعد مقعدين بس من كتلته شيء ويخسر 10 مقاعد شيء تاني ويعزز حضوره اللي هو صعب بمقعدين ثلاثة كمان شيء ثالث مع فيك تقرر هو بأي منحة ممكن انه تروح من هونيك وبالرايح فيك تحكي عن اذا كانت رايحة تنتهي الحرية السياسية او لا بعدها موجودة. بس قبل هيك
هلا خسران وراء اي خسران وراء اكيد خسران. شو سقف الدعم الاماراتي لسعد الحريري؟ يعني دعم مادي مثل 100 مليون وبكره بيجي 100 وبعدها 100، بس السقف الاعلى اللي ممكن اكثر من 100 اكثر شوي. هلا مش هلا مش مختلفين على الرقم، مش مختلفين على الرقم، عم نحكي هيك بمطلق الامور. السقف يلي ممكن تحطه الامارات يعني هون تتخطى الامارات المملكه العربيه السعوديه مثلا. برجع بقول لك الخصم الاول هون في اول شيء في تباعد بين الامارات والسعوديه مزبوط، ولكن كان في بمرحله معينه تنسيق واستفزاز اذا الامارات دعمت سعد الحريري بمقابل تقارب ما بين السعوديه وقطر. السعوديه وقطر تقاربوا كثير صحيح، تباعد مع الامارات. هلا انا شو بدي فوت، ما بدي فوت فيهم هودي، بس خلي اقول لك العدو الاول للسعوديه بين المزدوجين هو ايران، تعتبر هي عتميس معها، في صراع معها حول، في صراع عقائدي على فكره. حتى لو هلا الاجواء منيحه ليحكوا مع بعض، بس ما فيك تنطر انه اي لحظه ممكن ترجع تبج بيناتهم، لانه عم بعني شو عم بقول، ما في صراع سياسي بيناتهم، او مش الصراع فقط سياسي، الصراع هو عقائدي، عقائدي ديني عقائدي، مش موجود غير محلات. يعني مش موجود مثلا مع المصريين، أو مش موجود مع دولة إسلامية سنية، مع التوينسي مثلا مش هيك، مع السعوديين عقائد ديني. عشان هيك أنا برأيي في صعوبة في هذا المجال اللي قدام. الأولوية هون الإمارات أولويتها باتت مختلفة، أولويتها هي من زمان لما كانوا يجوا، يعني أصلا النظام السعودي كان يرفض الإخوان المسلمين، وبالتالي كان يقاومهم أو يقمعهم من أساسه، لذلك حضورهم بالسعودية ضعيف، يعني ما بيشكلوا خطر على النظام بالداخل السعودي، بخلاف الإمارات يلي كانت فاتحة بوابها عم يجي لعندها كتير، على سبيل المثال من مصر مدرسين وما إلى هنالك، وهو دي يجوا معهم ويحملوا عقيدتهم تبع الإخوان المسلمين وينشروها بالداخل، وبالتالي عندهم هذا تفشى ولو أنه مضبوط بس موجود. الأولوية عندهم لمنعه، منع حدا يستغله أو ينميه أكثر، لذلك صراعهم الأول هو مع الإخوان المسلمين، ومنشان هيك كان صراعهم الأول هو مع تركيا، وبيعتبروا بخلاف السعودية أنه هن اللي بيمشي بيضرب إيران بعدين يجي لعندي أنا بتوافق أنا وياه. الإمارات عم تقول أنا لدافع عن نظامي مضطر أروح لمحلات أبعد من حدودي، يعني الحدود الساحة اللبنانية والساحة السورية، يعني مش هيك تفتحوا أكثر قربوا على الساحة السورية قبل السعوديين. فإذا أنا علي إني أقاوم في لبنان، وإني طبعا اهتم بالموضوع السني في لبنان. رح نروح على فاصل، ومن بعدها منتابع هذه الحلقة اللي بتحتوي بمضمونة على الكثير من المعلومات مع الصحافي جوني منير. عودة إلى رح نبقى سوا. الموقف السعودي من حكومة نجيب ميقاتي، كنت عم بتقلي قبل الفاصل أستاذ جوني أنه نجيب ميقاتي سيقوم بجولة خليجية، رح يطلب ما بعرف طلب ولا رح يطلب جولة خليجية، بس أبواب السعودية مفتوحة لنجيب ميقاتي. بس لهلا مثلا السعودية ما طلعت موقف، هلا بالعادة دغري تطلع موقف سنة اثنين. أول مقابلة عملها الرئيس ميقاتي مع أول ما أخذ تكلف مع تلفزيون سعودي الشرق، هودي إشارات لافتين يعني ثلاثة. لما كان هون رئيس CIA ويليام بيرنز، لما كان عم يشجع شاف، لما شاف المسؤولين الأمنيين اللي شافوا المسؤولين بلبنان قال لهم أنه سكلوا حكومة وعلينا المساعدات من الخليج، حتى السعودية تركوها علينا بس أنتوا شكلوا الحكومة. يعني كانوا عم يجربوا يقولوا يتولى، وقالوا أو قالوا لزموني بكلامي، أنا عم بحكي باسم الإدارة. هلا كل هيدي تعطي مؤشرات، بس هو السؤال الاولى هل في مصلحه عند الغربيين هلا يفوتوا السعوديه هون في لبنان ويفتحوا هذا الابواب؟ ما بعرف، لانه التوقيت تبعك مثل ما قلت لك انت رح يعطوك هلا اكسجين حتى ما بقاش تنزل نزول، هاي تروح هذا ورح يساعدوك في شويه عزمه رح يساعدوك فيها، بس لتروح انت على التسويه الكامله بعد المشاكل اللي عم نحكي فيها كلها سوا، ترتيب وضع كامل لبنان، كيف قدام الحصص، كيف حزب الله، كيف ما إلها، هذه بدها شوية حكي، وبرأيي ممكن تتأخر بعد الانتخابات النيابية. البعض عم بيقولوا تعمل ترتيب لتمرير الانتخابات النيابية، ترتيب مجبور تعملوا هذا الترتيب قبل الانتخابات النيابية لتمريرها، انه ما تقول هاي تستهدف حدا بعدين، بس المفاوضات
هذا عم بيقول انه في وراء جديده ممكن تظهر بالانتخابات النيابيه بتستعملها بالمفاوضات. بس الكلام انه ما في موقف للسعودي، بس في معلومات تتحدث عن انزعاج سعودي من التشكيله، شكل هذه التشكيله يعتبر انه حزب الله بعده موجود فيها وعنده اليد الطولة وهيك، بس ما طلع موقف رسمي. بتعول انت على الموقف الرسمي. بس استدعاء السفير ما بتعتبره شكل من اشكال على عجل، شكل من اشكال هيك مساج سياسي؟ ليش مستدعوه من يومين على كعب التكليف او على كعب اعلان الولاده الحكوميه؟ ما بعرف شو إلا عليها استدعاء والعجل. بيسوى تكون هيك، بيسوى ما تكون، ما عندي معلومه. ممكن يكون اتجاه الى تخفيض تمثيل دبلوماسي بين لبنان والسعوديه. لا ما بفتكر، ما بعرف، بس اذا صارت بيكون في شيء مش طبيعي. ما بعتقد. شو الشيء اللي ما فيك توقع شيء مع العرب؟ شو الشيء اللي بيمنع هذا الامر اذا كانت المملكه العربيه السعوديه بدهم يحموا الحكومه، ما بدهم يأذوها، بدهم يحموا الحكومه لحتى تروح تعمل المهام يلي عم تنطلب من دون دعم بشكل مباشر. ايه اذا بدك حتى الدعم، طلع مثلا المازوت اللي اجى على لبنان الايراني، ما في موقف امريكي شاجب له. طلع شيء عن وزارة الخارجية امبارح الأمريكية بتقول إنه بما معناه إنه هذا حل مؤقت بس مش رح يكون دايم. شو يعني قبلين فيه إنه أنا مؤقت؟ هذا طيب، هذا بجزء منه طبعا هنالك بخلفية ما لها علاقة بالترتيب العام بالمنطقة، بس بجزء منه لحماية الحكومة اللبنانية كمان. مش هلأ فوت على الصدمات بعضها فتفتية، خليني كفي فيها. الهدف منه إنك تعطيها قد ما فيك يعني إطار أو غلاف حماية للحكومة لتروح باللي مطلوب منها. والمطلوب منها برجع بقول لك ما بدهم منا غير إصلاحات من خلال صندوق النقد الدولي وتأمين الانتخابات النيابية. مشان هيك نجيب ميقات اليوم للسي إن إن كان مرتاح عندما قال لا عقوبات على لبنان، وقال أنا حزين لانكسار السيادة اللبنانية قدام مشهد قوافل المحروقات. صح، لأنه هذا ما إجا من خلال الدولة اللبنانية. مشان هيك لا عقوبات. ما في عقوبات، ويلي كان متوقع من الأول، وبرأي حزب الله حتى كمان تبه لو وصلت السفينة، بدي أفترض مع أنه كنت أنا بستبعدها يومتها، أنا استبعدتها يومتها، توصل على الشاطئ اللبناني ولا تفرغ من الشاطئ اللبناني او في مشكل يعني فتحت فرغت، انت عم تحكي عن شيء ثاني، كنت عم تحكي عن مواجهه، كنت عم تحكي عن انه ايران عم بتقول بالترجمه السياسيه تبعها خلص لبنان عندي انا، علي انا، وشو بدك بس مستعد. حتى بالشكل يعني وصلت على بانياس، فرغت ببانياس، قطعت على المعابر اللبنانيه ودخلت لبنان، حتى بالشكل شكل استفزازي لشريحه من اللبنانيين، وشكل استفزازي قد يكون للغرب ايضا. لا ما كان يعني قطعت على الحدود اللبنانية ومشي حاله وكله تمام. ما كان استفزازي للغرب. ما انت اول شيء كمان عندك واقع جوا مزري، يعني تقول له تقطعني كمان من المازوت ليك. لما صارت الحادثة بالجنوب طبعا ما كانت صارت، لو ما الوضع ما كانت صارت هيك، لو ما تبين لحزب الله انه الواقع معيشي وهذا عندك صعب كتير وعمل تغييرات بالبيئات اللبنانية لدرجة انه صرت قادر ان توقف كمواطن مثلا درزي ويتضامنوا معك الكل وتوقف في هذا الموضوع. فاذا الواقع هون حاول يلعب حزب الله بهذا الموضوع، يستغله لمصلحته بهاي النقطة ونجح فيها. لما انت جيت وعم تفوتها من هونيك، اول شيء فوتها عبر سوريا، عبر المعبر يلي حكينا عنه مطولا وشو معناته السياسي. الامريكي بيعرف هذا الموضوع وبيعرف شو عم بيقول له، شو عم بفهمه بهونيك، وبيعرف انه من خلال هذا المازوت حزب الله كمان بده يعيد ترتيب وضعيته مع بقيه المكونات الطائفيه في لبنان. بتطلع انت الساحه يلي شفناه مره بشويه يلي هو كبير بمعانيه، يلي صار كمان بخلده يلي هو كبير بمعانيه كمان، ويلي اصلا موجود كمان بالساحة المسيحية من خلال موضوع المرفق وغير المرفق. فإذا من خلال هيدي هو عنده هدف، عنده عدة أهداف. الهدف السياسي حكينا عنه الكبير بالخارج، والأهداف الداخلية هودي ما عنده مشكل فيهم. بهيدي مثل ما هي هيك ما بيقدر يوقف، مش ما بيقدر، خليني أقول محرجة يوقف بوجهها، بس اثنين ما تخطط الحدود الحمر يلي عنده إياها. فإذا معناها كان عم تحكي إنه هذا المحور له دور في لبنان وهي الطريق البرية. بس إذا استمر الأمر على ما هو عليه كيف رح تكون الامور؟ ما هو شو قال في مثل ما قال وليد جنبلاط تعويم للسوق اللبناني بالمحروقات والمحلات كمان الغاز كمان من هون كمان محروقات رح يجي بعد بواخر.
اذا بتقول انت مثلا بيان خارجية الامريكية شو بيقول؟ ما لنا عم نقول انه هيدا مؤقت، هيك فهمتوا التعبير الحرفي اذا ترجع تستعيده مبين، بس مش دايم. يعني هيكفي من دون ما يكون في عندك مشاكل فيه. بس انا برايي، انا كمان صحيح حزب الله حقق نقاط بهذا الموضوع ويريد مثل ما هلا حط قال رح اعطي الصليب الاحمر ومستشفيات في كل لبنان، صادق هو حزب الله بهذا الموضوع بده يرجع كمان. ما هو انا برايي عمل في بعض المحلات عمل فيها اخطاء جفل منه وتبينت معه، عمل لك قصة شوية ما تستلها، معنيها مش كتير صغير، معنيها مش صغير، معنيها كتير كبير وعلى مستوى كامل الساحة في لبنان. لذلك شفته مثلا بالشمال راح يعطي يقول انه انا بساعدك في محلات تانية، صار في عنده مرونة اكتر، واكتشف انه كيفية التصرف في بعض الاحيان منذ 17-20 في كيفية التعاطي مع التظاهرات كانت خطأ. انا رأيي كانت خطأ باللي صار بالمزود. انا حقق في نقاط، بس انا بعتقد كان وموضوع العراضة المسلحة كانت خطأ كبير. هاي بتردك اللبناني ما بقى يحب العنف مثل ما هو موجود، يا عرادة مسلحة وحفل والاستقبال يلي قيل انه عم بحكي عن هيك. ايه كله اعتبر بشكل من اشكال هيك انه مش وقتها هلا تضرب بسفن ويكون في عندك الرصاص وهيدا. انا برأيي يعني اكل جزء من المهمة يلي كان مهمة الداخلية يلي بده اياها من موضوع المزود كان بيسوى عليها. يعني مثلا لو بدي اتخيل انا هيدي مثل ما صورها هي وفاتي بالليل او فجرا، ما في ناس على الطرقات ماشي الحال، او في علمين ثلاثه وصلت محل وبلش يتوزع لكل المحلات يلي كان قال عنها. قديش وقع كان اهم، عم بحكي بالترجمه الداخليه على مستوى تحسين الوضع او المصالحه مع جميع الاطراف. يمكن حزب الله اعتبر انه هذا رد على كل ما يقال انه الصهاريج ستدخل بالخفه عن طريق التهريب، فاراد هذه العراضه الاعلاميه. بس كيف يحسم الوضع على الشارع؟ ما يكون في قادر، وقادر هو انه بالشارع ما يكون في اطلاق نار واطلاق بسيفنات مثل ما هي كانت موجوده وبهي الطريقه طلعت فيها وما بقى فيك تخبيها. هيدي بتكون تعرف على السوشيال ميديا صار بتأكدها تطلع وين ما كان. برايي كانت خط، انا رايي يمكن يكون مغلط، بس انه كانت كل البقاوي عامل فيها نقاط ايجابيه لمصلحته من الدخل، باستثناء هذا الموضوع يلي برايي ضرب جزء من هذا هاي الرساله يلي بده يعملها. بس برجع بقول لك نرجع للعنوان الاكبر، الامريكي ما عنده مشكل انه او ترك الامور وقال بالبيان تبع وزاره الخارجيه امبارح تبعه هو انه على ان تكون مؤقته، يعني هي تخضع للمرحله اللاحقه لموضوع اعاده ترتيب الساحه اللبنانيه كلها سوا. يبدو ايضا ان الامريكي ما عنده كان هذا المشكل الكبير بتمثيل حزب الله في الحكومه، اخذ وزاره الاشغال، يعني وزاره الاشغال بتعرف حضرتك هي وزاره مهمه من حيث الموقع، من حيث الاساس، من حيث ما يمكن ان ياتي فيها. حزب الله متهم بانفجار مرفأ بيروت، حزب الله كان عنده شبكه اتصالات، حزب الله يضع يده اليوم على المرافق العامه. الامريكي يبدو انه ما عنده هذه المشكله حتى بالبيان الوزاري وصيغه المقاومه لمشكله. بلشت لك انا كان يهمه بالاول بده حكومه، كفيت لك قلت لك مش كثير رضيان او مش كتير ملاقي انه مش ظابطه. يعني حتى الفرنسي لما عم بيقول انه عملنا مش قال هو عملنا مساومات اضطرينا، بس هذا تسليم كبير جدا، مش عم تعطي حزب الله الصحه ولا عم تعطي حزب الله اي، عم تعطي حزب الله وزاره الاشغال. اي بس مع شخص يعني هلا في مشروع كبير محطوط. هلا برجع بقول لك بالقنوات لقدام كيف بتصير كيف بتصير ما بس انه انا اكيد بعرف انه مثلا من اعاده البناء اللي بده يلي هي حتميه الحدود تبع لبنان، حدود برية، الحدود البحرية، الحدود الجوية، هذه كلها سوا طبعا من المسلمات. الحدود البحرية عم نعني فيها بشكل أساسي الانفجار الكبير يلي حصل بمرفق بيروت وإعادة بنائه وفي أسس جديدة يلي محكي نحن شفنا، يلي هو بخلاف كمان الكلام الغير يعني الغير عميق يلي طلع من البعض يلي سطح كتير انه ما بقى له قيمة هبط وهذا. احنا اجى لعنا رئيس مرفق روتردام اهم مرفق بالبحر الابيض المتوسط، انا دخيلكم جاي لعندك فرنسا عم بتقاتل ومع المانيا بمشروع كبير محطوط لهذا الموضوع. فاذا هذا الكلام يلي حكى يعني شوي سخيف. اكيد نحن في عنا يعني حدا عم بضارب علينا من مرفق حيفا طبيعه الحال، بس لكن مرفق بيروت على ما يبدو انا ما بعرف ماني خبير بس انه انا ما بفهم بأهميته مثل رئيس مرفق روتردام، رئيس مجلس إدارة مرفق روتردام يعني يلي هو الأهم برجع بالله، أو مثل حتى كمان
الفرنسيين او السعاده الاخوين سعاده او مرسيليا او كذا يلي عم بيهتموا فيها، وحتى الالمان جايين يعملوا معنا عمل خير، او جايين من جهه استثمار لهم، استثمار لهم اساسي، وطبعا مش على بلاش بيعملوا. فاذا موقع مرفق بيروت يلي هو كتير مهم، شو ما عمل حيفا او شو ما عمل، يعني بالاخر كمان الاندماج الاسرائيلي بالسرعه بين انه مش بالهين، وهلا عم بيشتكوا كانوا بالموضوع المصري وغيره. بغض النظر عم اقول انه هذه المسائل اكيد سيعاد ترتيب بنائها وفق اسس سليمه. ما المشكله برجع بقول لك استاذ جورج بالطبقه السياسيه يلي عنا، كان مفروض نحن الامور تكون عنا افضل من هيك، ما يكون هالهريان يلي عنا اياه بسبب السرقه وبسبب الفساد المضروب، ويلي بقي برايي الذهنيه بقيت لحد هلا بطريقه تركيب الحكومه. ما كان مفروض برايك يكون في حكومه اصلا بلا ما يحكين اللي برا؟ اكيد طبعا. جيب شخصيات من 13 شهر، شخصيات عريقه 6 7 10 12 من دون ما يكون في وشكل فيهم حكومه. كيف بدي بلش؟ انتم حطوا لي خطه مشان اعاده انهاض البلد، مش كيف اذا عندي. بما انه عم نحكي عن الحكومه، البيان الوزاري لهذه الحكومه وتدوير الزوايا اللي كان قائم بالكلمات بالاسلوب تنميق هذا البيان الوزاري، طريق معبده كانت، هيدي اللي بيقول لك خليك تنميقه انه معبده، انه اجى بسرعه. ايه اجى بسرعه هذا البيان الوزاري، قبل ولادة حتى الحكومة. العبارات اللي استعملت هي ما بعرف عبارات مقاطيه بهذه العناوين العريضه تبعها، يلي خصوصا تحديدا بموضوع حزب الله، شو هيك المقاوم، حزب الله والمصارف. بس لانه هودي المسائل بتطلعوا فيها برا، ما بكون عم يعني صار معروف انه من بعد مؤتمر بغداد لما طلعت الاشاره انه في حكومه بلبنان وبدت تشكيل الفعل للحكومه بلبنان، صار في حكي من ضمن الترتيبات يلي كانت عم بتصير كيف بده يركبوا هاي الحقيبه ومين فلان ومين فليتين، وهذا بدي زلمتي اكثر وهذا زلمتك اكثر، كيف في حد عم ينحكى انه نحن ما عندنا مشكل الفرنسيين بشكل مباشر، يلي كان باتريك دوريل ومرات كتير فات رئيس المخابرات الفرنسية شو اسمه بهذا، ودعموه الأمريكيين انه ما عندنا مشكل بموضوع اعتماد صيغة البيان الوزير السابق. فاذا جرى التفاهم على هذه المسائل خلال الأسبوع او العشرة ايام يلي سبقوا ولادة الحكومية. مش ان هيك كان الكلام عن طريقة طبعا صرنا كلنا بنرضى ماشي الحال. ايه التدقيق الجنائي كمان يلي اجى بفقرة الاصلاح والفساد والى ما هنالك، ماذا يعني وزير المال اليوم الجديد يلي هو محسوب على مصرف لبنان وقع على التدقيق الجنائي، هي رسالة انه انا متجاوب ومتعاون؟ هي رسالة شو؟ لا وبلش اكثر، اذا بدك تدقيق جنائي توقع هلا توقع، بس هو انعمل الكونترا معهم والتفاهمات معهم من خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع انتهت. لا اكيد اكيد، بس كان بحاجه لتوقيع وزير المال، اتى هذا التوقيع. اول شيء وزير المال حالي انا فهمت انه قريب للامريكان ومنطق، ما طلع لي نفي هلا. انت خايف من النفي اليوم بالحلقه شو فيه؟ لانه كل واحد بيقول لك لا نصار ويوسف خليل. ال 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 اصلا ليكون بمصرف لبنان بهذيك المرحله يعني في رضا امريكي عليه، وهو علاقاته جيده مع الامريكيين. فاذا وزير المال يلي موجود هلا طبعا هو نفسه غربي، ولو انه نفسه امريكي، حتى ولو كان هو انتدب او سمي من يعني نبيه بري عم بيبيض صفحه مع الامريكان عن طريق يوسف خليل. خليني اقول لك التدقيق الجنائي يجب ان يكون بالدنيا من برا، هيك ما نغلط انه هن كان عندهم مشكل موضوع الفساد، مش لانه هن منزهين او ما الى هنالك، بس بيعرفوا انه هي تضرب الطبقة السياسية، ما بدهم انه يكون في يعني مجموعة بالسلطة تحاسب غيرها بالفساد وهي تزمت، بيكون ساعتها هيدا تصفية سياسية، ما بتكون انت عم تعمل اعادة او انه تنظيف جدي بموضوع نفض الفساد. فاذا هن بيعتبروا لما بيكون مفتوح على الكل هيدا اسمه انت عم تطلع من موضوع الفساد، اما لما بتكون انت اخده فريق وعم تستعمله بوجه الثاني هي اسمها تصفيه سياسيه او اسمها استهداف سياسي، مشان هيك ما بنمشي فيه. انا بعتقد التدقيق الجنائي هو حاجه ملحه، بس ما جاوبني نبيه بري بيض صفحته مع الامريكان بيوسف خليل.
لك في حاجه انه بيمر بموضوع حزب الله بالاخر بعد هذه الحاجه اكيد بالحجم اللي هي موجوده عليه. قلت لي هو كان وزير خارجيه حزب الله لدى الامريكان بعده التعاطي لما كانوا الامريكان ومش سر عم بقولوا كل بيشتغلوا كل اللي بيعرفوا بالكيفيه العمل الدبلوماسي اللي كان يصير بيعرفوا انه ايه كانوا يوصلوا كثير رسائل ويتفاهموا مع حزب الله من خلال الرئيس بري هيدي بالسابق بعدها ايه بس برجع بقول لك الرئيس نبيه بري بالاخر واحد من هذه الطبقه السياسيه. هذه الطبقه السياسيه انت رايح بيعتبروا انه يجب ان تنتهي. انا وقتي خلص بس بدي اختم لانه عم بيقولوا لي صار لازم اختم. بدي اختم معك العلاقه نبيه بري نجيب ميقاتي ميشيل عون. هذه العلاقه اليوم يلي مفروض تاسس اذا كانت ايجابيه لمرحله ايجابيه مقبله، ولكن في سجال بين جبران باسيل وحركة أمل تام على خلفية اللقاء التلفزيوني الأخير للوزير باسيل. فتنا بالحملات الانتخابية هلا من هلا ورايح يلي عم تشوفه كله بما فيه المشاكل راح تصير بكره. يعني شد عصب الشارع المسيحي هذا ما أراده جبران كله باسيل. كله له علاقة حطه بإطار الموضوع وراح تلاقي صدامات لأنه بيحتاجوا إلى صدامات كلمية سياسية. إيه ومواجهات. بالسابق شفنا كمان بلطجة وراح عنده عبير الشلوحي وراح هيداك بالمقابل وشفنا مواجهات القوات بموضوع إنه ما بقبل حزب الله. يعني فتنا هذه المرحلة ما تحسبها غير كلها بالموضوع الانتخابي. إيه أنت بلشت حملات الانتخابية. أنا وقت خلص معك. أشكر دائما متعة الحديث معك. لا المتعة لإلي متعة لإلي أستاذ جوني. شكرا لك على هذا الحضور. الصحفي جوني منير يلي أغنيت هذه الحلقة بالمعلومات. شكرا طبعا للمتابعة، تأخرنا شوية عليكم، إلى اللقاء.